السلام عليكم الخوت. اليوم 8 شهر 7 2022، اخر سوق حد مزورة قبل العيد. اليوم الجمعة، عامر الحد ديال المزورة. الرحبة خاوي الخوت، الخريج بعت هذاك موخود 43,000 وهذا 13,000 الوحدة. الرحبة خاوي هذا موخود 54,000 الخوت في واحد الحبوبة. هذا مش هكتي بعت يوم هذا كان باب 35 وردهم لي، لقاو في محل الحبوبة وردهم لي. هو آخر سوق اليوم في حد مزورة، اليوم عامر السوق، اليوم الجمعة. مرحبا الخوت. اليوم 8 شهر 7. على حول يا خوت، راه في الكرويله. شوف اللهم بارك، تباع 110,000 الخوت الكار. شوف الدول الغلم هو انا في الحد. اللهم بارك، خاضوا الغلم الخوت. مرحبا خاوي اليوم. وديروا ابوني ودعموا.